بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا، نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.